السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم لهن الريادة. هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نود أن نتطرق فيها لموضوع مهم جدا يهم الأسرة ويهم المربي بشكل خاص، وموضوع المراهقة، أنواع المراهقة، فنيات، وكيفية التعامل مع هذه المرحلة الحساسة من عمر الطفل. ضيفتي في هذه الحلقة لاستبر غور الموضوع وللوقوف على المحاور الأساسية فيه هي الأستاذة هالة منتببانة، مرشدة تربوية ومدربة في مجال الشخصية. أهلا بك أستاذة هالة. أهلا بك وسهلا، سعيدة بوجودي معك. احنا سعد يعني. استاذه هاله، بالنسبه لموضوع انت مدربه في مجال الشخصيه ونحن سعيدين بوجودك مع التوجيه الشخصي، وسعيدين بوجودك معنا لنتحدث في هذا الموضوع اللي لا شك عنه يهم كل اسره ويهم كل مربي، هو موضوع مرحله المراهقه. كيف يمكن ان نعرف المراهقه من خلالك؟ خصائص هذه المرحله، اهم ملامحها حتى يستطيع المدرب ان يكتشفها قبل قصد المربي ان يكتشفها حتى يتسنى له التعامل مع المربى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا على الفرصة. حقيقة موضوع مهم وشائك، وخاصة نتعرفوا على نفكوا القصة ياك نعرف الطريقة اللي نقدر نتعاملوا بها مع المراهق. بداية المراهق هي مسألة عادية، هي مرحلة انتقالية بين الطفولة والرشد، طبيعي يتغير فيها من طفل كان طفل ومطيع الى شخصيه ده ينتقل شهر الرشد. في ذيك المرحله اللي يعود هو عنده الانا، انا نضل نعود انا يحضر عنده يحضر عنده انا، اذا عندها اسمها فيها تغييرات بيولوجيه، فيها تغييرات سلوكيه اجتماعيه جسديه، يعني خلاص عليها اسم تغييرات متتاليه سيكولوجيه متتالبة، فلا بد أني أنا كمربي نعود نعرفها، ولا بد اللي نفهم المراهق على إنه أنت مرحلة كذا طبيعي. كذا وأنا متفهم له طبيعي، وإحنا كنا يخضن عليه. بالنسبة للمراهقة بحد ذاتها هي ثلاث مراحل. في المراهقة المبكرة اللي هي بين 12-13 سنة إلى 15 سنة، اللي هي تقريبا مبكرة، اللي هي تقريبا في الإعدادية، تقريبا بداية الإعدادية. وفي المراهقة المتوسطة اللي هي بين 15-18 سنة، وهي السائدة، هي اللي دائما الناس طارحة على بالها إنه فلان في فترة المراهقة. هذه المراهقة 18 من 15 إلى 18. وفي المراهقة المتأخرة، وهي اللي بين 18 إلى 21 سنة، هذه متأخرة وغالبا يعود متأخرة طبعا حسب الزمن والعمر، وليس متأخرة هذه اللي مرض. لا لا لا، ما هي قضية المرض. لا يعني مشكل مرض كسلوك يظهر على، كي قلنا لك نحن المراهقة بداية توضحي هذه المسألة. أكيد 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 ما في مشكلة. هو علاش جزأناها على ثلاث مراحل. هي المرحلة الأولى هي اللي هي 12 إلى 15 سنة، و 15 إلى 18 هي المتوسطة، من 18 إلى اللي هي المتأخرة اللي هي المرحلة الأخيرة من المراهقة. طبيعيا هي المرحلة الأخيرة من المراهقة. غالبية المشاكل اللي مروا عليها المراهقين هي تقريبا ثلاث مراحل. الأولى هي المراهق مرة بمراهقة سلسة عادي ما فيها مشاكل، فيها شوية عادي بسيطة يتخطى. وفيه الصنوعين ثانيين هم الأكثر انتشار، اللي هي المراهق اللي يعود يا تخلق له يطلع له انطوائي تمام، عايش يهدون إذا والو طفل عاد ولا طفل عاد انطوائي، يصاحبها سلوك غير طبيعي، سلوك غير طبيعي، يعود يختار يعود واحد ويختار العزلة ويختار ياسر مشي لها، لأنه يمر مرحلة هو نفسه ما هو عالم بها، ما هو عارفها، ما هو فاقها، ما عنده ثقة عنها كاملة. وفيه الشكل الثالث هو الأخطر، وياسر الناس ينتبه المراهق والله يشك المراهق، مجرد أي تصرف مثلا أني أنا أتحمل نفسي معناه أن ذاك راهو عناد، راهو كذا، ذاك العدوانية، خالق نوع من المراهقة مر عليها. هي المراهقة العدوانية هي اللي صاحبها يفسر تحمل المسؤولية على أساس أنه عدوان، سلوك عدواني أو ماذا؟ سلوك عدواني على نفسه هو الراسو، على الأشياء وعلى الناس، كل شيء عدواني، ردة فعل عنده هو تذا كيفته، أي ضر بها نفسه سابق الغير. جميل جدا. وهل تجعل الآخر يأخذ عنه صورة؟ أكيد يجي دايرين معاه، يعود الأهل المربي هنا يجي داير على أنه هذا عاد ندي اثنين، ونقول رواية عاندني فيها، لا اللي قلت له توب لا إرادين يجي معاندني فيها، ونعود أنا بالنسبة لي هذه عاد حرب، يا أنا يا أنت. جميل جدا، حرب إثبات الذات. بالضبط. أستاذة، بالنسبة لمرحلة المراهقة هي مرحلة بالفعل دائما تؤرق الأمهات خاصة بشكل خاص، الأباء عادة ما يتعاملوا معها بشكل يعني في مستوى من فرض السلطة وأمور من هذا القبيل. طبعا بالنسبة للناس اللي ما عندها وعي في مجال التربية، لكن الأمهات كثيرا ما يعانين منها.
كثيرا خاصة بالنسبة للتعاون مع أنواع هذه المراهقة خاصة النوع الأخير اللي ذكرتي. نريد أن نعرف من خلالك طرق يمكن للأم وللمربي بصفة عامة يتعامل بها مع الطب مع اللي يمر بهذه المرحلة دون وجود صدى. بالضبط. هو المدير أصلا أنه في نوعين من التربية، في المربي الإيجابي وفي المربي مع الأسف السلبي. اللي هو المربي السلبي اللي هو الناصح الواعظ اللي لا نصح الواعظ بلا عدل 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 ونهار وقال له الشير حتى انه سابق حق المراهق نهار وقال له لا يتقوم القيامة ولا يخلق الضرب ويخلق ياسر من الأمور ثانية. ذاك ما تعد المربي الغير إيجابي اللي هو اللي لا وتوفى أنا كلمتي تمشي وفى من خالق. المربي الإيجابي هو اللي لاهي قد يمر بالمرحلة بسلاسة شوي إنه أصلا لا يعد ابن علاقته مع ولده أنها علاقة حب علاقة تفاهم ونحن من نفسي دام وكل مرحلة ورا مرحلة فهمها لك. وأهم شيء في للمراهق هو الحوار أنك المراهق نين تعطيه فهم أول شيء بعد اللي نطلبه نحن من مربين على أنك بني معاه علاقة حب. علاقة حب ما بالضرورة على أنك أنت نيت نعت لولك والله أنت نيت نعت لولك على أنك تبقي بلا شروط. أنا نبقيك بلا شروط وأنا واثقة فيك بلا شروط. المراهق اللي يطلب بسيط يطلب على أنك توثقي في قراراته لأنه هو في مرحلة طبيعية اللي يبدأ هنا يشوف الأمور بنظرته وزاويته الخاصة وما بالضرورة أنك تفرضي عليه أنت نظرتك. اللي يلا تعدي له تيشن هو على أنك تعودي ربيتيه أصلا على الأسس الصالح. أنت أنا ربيتك على كذا وتعرف كذا وتعرف كذا وتعرف كذا عندك حق تقبل القرار يا غير مولي عندي أنا الحق على أني نتكلم معك مثلا أنك يا فلان والله يا فلانة عندك القرارات الفلانية وانت مسؤولة عن اتخاذ القرار كونك الحمد لله عتي في المرحلة ولكن تحملي مسؤولية نتيجة القرار. القرار اللي قبلت. بالضبط. إذا نين ربي هنا أصلاً ربي على إنه تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية وطرق ياسر شيء مثلا سابق قاعد تلحقي مرحلة مراهقة ياك تربي تهيئي للمراهقة مثلا افتراضا الشير مثلا جاك تقولي له مع الصباح مثلا يطلعيه وتواخذي له لبسه يلبسه يقول لك لي ما دون نلبس. من الناس اللي شي من العلايات يفرض رأيه حتى تفرض في اللباس البس وتوف طلصني الوقت كذا. هذه مدمرة المدمرات راي ما يطر حالها بالها يقار ياك نمي أنا فيك اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية مولي نتيجة القرار لين يقول لك مثلا فلان عندك ثلاث لبسات ولا أربعة أنت أصلا هذا ده مثال بسيط على الأمور الحياتية اللي دائما نأخذ عليها. لين نقول لك مثلا فلان عندك لبستين والله ثلاثة اختار انت رانك اصلا فتنتي حددتي ذاك اللي هي يلبس لانك اعطيتي درس مجال الاختيار اصلا عاد هو هنا شيء مقتنع لانك انت اعطيتيه هو يقبل القرار يلبسي والله يلبسي والله يلبسي. بالنسبه لك انت كمربيه رانك تعرفي الطريقه انك فتي درتيه في اطار وما حس بها. بالنسبه له هو انا قبلت القرار فنميتي عنده ثقه في النفس اني انا قد نقبل القرار الصائب. وفي حالته ما اللي عاد خاسر ولا رجعت عليه نتيجته نعرف على ان الانسان اني ما يفشل طبيعي هو الفشل طريق النجاح. فنعود ذي القيمة بالخصوص ماني مربي عليها الشير والله المراهق أول خطوة أخطاها من دوني إيش لا يخلقني يفشل فيها يقول أنا ما نصلح أنا ما كذا أنا ما كذا أنا ما كذا في الأخير يبدأ يرسل راس رسائل وعدم ثقة في النفس تم تهيشي عنه عدم ثقة في النفس حتى لأنها تظهر بنظر المجال دراسته لو هالك ما يقدر يقول للأستاذ أنا ما فهمت ما يقدر يقول مثلا الأصحاب خصوصا مراهقة دائما نعود فيها عنصر أقوى من الأهل لأنه هو الماثلة اللي كنتيه وهو في الأسرة عاد عنده أصدقاء عنده بيئة خارجية فلا بد لك تعودي هيئتي على أنه ذيك البيئة الخارجية تعود بشخصيتك فيها تقدر تقول نعم وتقدر تقول لا. دكتور مصطفى أبو سعد الأستاذي اللي رائد التربية يقول على أنه يلا الأسرة تحتفل بالنهار اللي قال له فيه الشير لا ماني معدل كذا يلا تحتفل بيه أكثر من عيد ميلاده. غريب جدا هي هذا شيء غريب على ثقافتنا خصوصا انا صدمني اني احنا حد يقول لا يعني هذا شخص انه معناه واجهني انا كشخص بالضبط يا غير هو عنده فيها نظريه وفعلا صحيحه على انه كان يجيني الشير ونعود انا اللي مربيته هو اصلا قعد خايف مني والله طارح بال الاخلاقي يقول لي لا يمتلك القدره انه يقول لي لا يعني معناه انك هيئته انه نين يقيس الاصحاب ونين يقيس البيئه الخارجيه اللي انت مانك احذا بامكانه انه يقول لا ينين يقولوا لفلان كيمي مثلا هذه من المشاكل اللي يلجا لها الشباب ويلجا لها المراهقين فلان وهيك معانا ونيما بالنسبه لشي من الشباب انه نيما يعدل لك تعدل الشله اللي معاه معناه انه ضعيفه شخصيته معناه كذا فيضطر يعدل وذيك الاكسيون بحد ذاتها ضعف شخصيه. إذا أنت ربيت على إنه شيء قال لك لا وشيء قال لك نعم طبعا بالضوابط أنك مين تقول لي لا أقنعني به ومين تقول لي نعم أقنعني به قدم المبررات لكل قرار بالضبط قرب. أنا أصلا ربيتك هذا هو قلت لك سابق المرحلة المراهقة أبدأ نربيها على إني أنا نين نقول لك موضوع معين ابتعد عن أسلوب الواعظ أقنعني أما فهمتي زمن
استاذتي تقولي مسألة ربما تكون خطيرة شوي، خلينا نقف عندها حتى فضل. يعني يفهم معنا تمام معنا الأخت المشاهدة والإخوة المشاهدين كلهم. أنت تقولين عن المربي السلبي هو المربي اللي دائما الواعظ والناصح، هل يعني هذا يعني السلبية للقيمة نفسها لقيمة الواعظ والنصح النصح، أما أنه التمحض في هذا الدور فقط هو السلبي حتى نفهم معك؟ أن يكون المربي مجرد ناصح وليس مشارك في الحياة، هذا هو السلبي. وكي طريقة لا لنضرب لك مثل، لأنه كي طريقة تلميذ في المدرسة يقرأ مثلا ويحفظ الدرس المعين، لا يحفظك حالا قلاش ياك يعدل بالامتحان وبعدين بشي خلاص، ولكن العكس المربي الإيجابي هو اللي أنا أشير له نغرسها فيه قيمة إياك تستفاد منها، إياك تكبر معاك مستقبلا. معناني ما نقولها لك إياك أنك لا عدل وبلاش سؤال، ما لا تسولني ولا كذا، قلت لك الأوامر الفلانية فعدل، هذا مربي سلبي جدا، لأنه لاني يحوز عنك دور يعدل لك اللي هو في بالك. صحيح، بخلاقه في العادة صاحب صاحب يجلس أصحابه يوجه شيء ثاني ويلجئ لياسر مش أو يكون سلبي بهذه الدرجة هي ينفذ أوامر الآخرين. طب هو ديجا يمشي عنك ويلجئ للبلاصة الثانية، لا يجبر فيها حرية ولا يجبر فيها استقلال ولا يجبر فيها كذا، فطبعا أنت ما تنصنتك اللي يخلك شنو غالبا خصوصا في مجتمعنا احنا في موريتان تجبر المراهقين خصوصا الشباب يهربوا، هذه ظاهرة تخلق. أنا بنفسي أنا شخصيا جميل سأتي لهذه الظاهرة بالضبط، هي ظاهرة خروج المراهقين من البيت وبحثهم عن ذواتهم خارج البيت، سأتي لهذا كمحور. لكن خلينا شوي في مسألة مجال منح الحرية في اتخاذ القرار للمربى وخاصة في مرحلة المراهقة، يعني إلى أي مدى يمكن أن نمنح الطفل أن يعني الحرية في اتخاذ قراراته متعلقة بحياته، وبنسبة كم تقريبا يجب أن نمنح الحرية؟ بالضبط، هو في أي شيء لابد يعود فهم توازن، لابد هناك أيضا نسبية، لابد يعود فهم توازن، لابد يعود فهم أني أنا عطيتك الحرية لأنها حقك، أنا ماني أعطيها لك، هي حقك الحرية، يا غير حقك استخدم طريقة صالحة. هو كيف قلت لك أنه هون دا بد أن نعود أصلا أسلوبي معك أسلوب إقناع، حتى لأنك نين توقع في الخطأ وتعود أنت أصلا قبل الخطأ تتحمل أنك قعت خطر وأنك فشلت في موضوع معين، لا بد تثبت لي هون الله لا يجيني أنا تقول لي هون قاع في قيمة ثانية أنت لك من ذا كامل في الحياة اللي تخطى المراهقة في الحياة العامة، على أنه لا هي تعلم على أنه الفشل ليس النهاية، الفشل تعلمت منه أنا بقى قرار فلاني وتحملت مسؤوليته، جميل. ما هو الهروب منه، جميل. أنا فشلت مثلا في قرار معين، فهمت هون في رواية ثانية قلت نمي بالخصوص بالنسبة للناس اللي فات خطت مرحلة التربية اللي ما عندها مثلا الوقت جات في الموضوع جات في الموضوع جات في خصص على الأقل 20 دقيقة الأسبوع كامل، 20 دقيقة تقعد أنت والمراهق تردوا فيها أمور عادية أمور عامة، هون اللي تنمي عنده واللي تخلق مسافة ثقة بيني وبينك، أني أنا ماني جاسوس على أنك أنت فلان تجبر فلان ولا فلان كذا، لا أنا وأنت راشدين. وهذا الهاشس كثير ما يعود موجود عند الأبناء، يعني صورة عندهم عن آبائهم أنهم يتجسسون عليهم ويسولوا عنهم ويسولوا فلان قاس كذا وفلان كذا، شميت فيك ريحة فلانية ومان الله اللي عش من الناس يتجسس وهذه من أخطر الأمور، لأنها تفقد فيك المراهق الثقة، وهو اللي يفقد فيك الثقة عرفنا كرانك بلصتوا البيئة ثانية ما تعرف ذاك اللي فيها شنو استلمتوا لها خلاص هي اللي سلمتوا لها. الرابط هون شنو هو؟ لأني عندي رابطين أساسيين هو الثقة والحوار، أنا ثقة الثقة والحوار، أنا واثق هذه من أجل يجب أن نعتمد ضروري ضروري حتى مع الطفل، لا بد لك من تزرعيها فيك كقيمة، أنك قد صقرك ولا قد كبرك ولا قد كذا أنت عندك الحق لأنك عندك رؤية واضحة ولا رؤية معينة للموضوع معين، وأنا نحترم رؤيتك قرأ أنس بكتك للحياة وعندي رؤية لها، نعطيك أنا اللي تعلمت ونعطيك أنا التجارب وكذا، ولكن تنتبه وتعلم أنك تعود عندك بصيرة في المواضيع وفن اتخاذ القرار وفن تحمل المسؤولية، أنت دائما نرجع لها لأنها صح، لأن هي دائما مدار في هذه مدار، لأنها هي 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 لا يتوخذ ذيك المرحلة المراهقة كي قلنا مرحلة حساسة عبارة لا هي وخذ من الطفولة شعور الرشد، وفي الرشد نيت تتعلمها والمهارات ليتحمل المسؤولية ووظفها في حياته بشكل طبيعي، يتعلم يتخذ القرارات ويتحمل المسؤولية. لكن أنا كنت قد سألتك عن مستوى منح الحرية للطفل في هذه المرحلة اتخاذ القرار، هو اللي قلت لك أنا مثلا مرة سمعت دكتور طارق سويدان قال عنه الطفل اللي بدأ في المراهقة عنه هو ابنه يمنحه الحرية في جميع مجالات الحياة ولا يتدخل إلا في مسألتين في الأمن والصحة. بالضبط، هذه نفس الشيء اللي يقول الدكتور مصطفى أبو سعد، لأنها نعود معناها إذا لم تعد الرواية تمثل خطر على صحتك والله على أمنك لا تتدخل، يمكن عني ما نتدخل لا تتدخل لا 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 نعود حتى هذه يستخدمها كيف يمكن تعود حياة ابنك خارج يعني
وجودك. لا إذا كبرني نعتي أنت علاقتك بابنك وعلاقتك به في ذم 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 ثقة وذم حوار يخلق بينك هو، فطبيعة الحال أنت راشد تعرف. هو سيكون سيجعل منك مستشار بالنهاية. بالضبط. لأنه واثق فيك، واثق أنك ما كليت همش، واثق أنك ما كليت تقول أنت شعرفك بكذا وش عرفك بالأمور كذا وتمزت كذا مزت كذا، يعرف أنك ليت صنت له مهارة الإنصات. لين علمك إني أنا نصنت لك حتى مولي أنا ينعد عندي شيء نوصله لك ليت صنت لي. صنت لي. جيم. وتقنعني ونقنعك. وفي نفس الوقت هون ليت عندي عندك رابط قلت مثلا تعودي مطلعة بي أنت تعرفي الشرك، تعرفي هو ما تلاقي الشرك عاد راجل الله عاد تمرة، تعرفي مثلا إنه عنده مشكلة معينة يعود واثق فيك دور يجي يقولها لك. صح. يجي يقولها لك لأنه ما هو قايلها لك رجع رافت صوت عدلت والله ليش يقولها لك كونك صديقة واثقة فيه وعطيتي يفشي لك الأسرار ويسمح لك بالولوج للخصوصيات. بالضبط. 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 جميل جدا. أستاذة بالنسبة لمسألة الخصوصيات المراهق، بعض الناس كثير من الأسر يعاني مشاكل مع المراهقين وهي عن المراهق أول ما يبدأ يعيش مرحلة أهم شيء يفكر فيه هو الخروج من البيت. بالضبط. كيف نفسر يمكن أن نفسر هذا؟ لأنه معناها إيش؟ معناها إنه البيئة اللي في البيت ما وفرت له حريته، ما وفرت له استقلاليته. فقد الحرية هو اللي يجعله يبحث عن الخارج. بالضبط. لا يمشي له ودلها منين؟ معاش من الأصحاب والله في بيئة معينة. سادة بان قلت لك. وهنا يكون تضيع. عنده روايتين، يا إما يوقد يمشي ذاك، يا إما ينطوى قاعد بعد ما هو يتكلم مع أحد ولا شاد الأخبار مع أحد، وتعقب له عاقب هذا تولد له عن عدم ثقة في النفس. أو تعطيه أنت ذيك الحرية البيئة الإيجابية اللي عدلتي له في الدار اللي هي عود متوازن. طبعا الأصدقاء ما تقدر تحرمي منهم، وانت عودي نميتي عنده طريقة اتخاذ القرار اللي يعود يعرف الأصحاب الصالحين له والمام صالحين له، ويعرف أنت يقول لا وأنت يقول نعم. كونه هنا يمشي عن الدار ويرجأ معنى أنك هك في الدار حرمته منه. هي ظاهرة هي في حد ذاتها تنبئ بغياب لوجود الحرية في البيت، حرية وعدم المسؤولية أنك ما هو حر ولا أنك واثق فيه، نعود حاس على انه ولا يشعر بالحريه ولا يجد من يمنحه الثقه، لانك المراهق خصيصا الثقه بالخصوص الثقه، لذلك يبحث عن هذه الصفات في الاصدقاء في الشارع. انك انت بالضبط، لانك هوك ما عنده حد لا يعود كينو القاضي ما في حكم انه زاد مثلا في البيت، في البيت لا يعود انا القاضي، لا يحس انه انا في قاضي في حكم، بينما الخارج نين يجي نعود يجي يتكلم معك موضوع معين يعود حاس انك انت تكلميه كقاضي، ولا يعود يحاني خايف من ردة فعلك شن هي، ما ولا يتكلم لك مع مدة ثانية قد يعود قاعد يجيب تكلم بأريحية بأريحية وقايل الموضوع العكس يستعمد عليه شي من الأمور، لكنه يثبت أنه أنا راجل وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وتظهر فعلا مشكلة المراهق البحث عن الذات. مشكلته هي فقدان الذات، هي ما هي مشكلة بحد ذاتها، هي مرحلة طبيعية. ويلا أنا كمربي نحس نعرف على أنه هذه مرحلة طبيعية ويلا نعطيها له حقه، هي مرحلة وليست مشكلة، ما هي مشكلة، لكن في السياق الذي تحدثنا عنه تصبح مشكلة لأنك يخلقاش خلق الصدام. ما حد تعود كانت مرحلة معينة وأنا يلا نفقهك فيها مليني نشوف الطفل عاد له يدخل مرحلة معينة نفقهك على أنك ران كيتو خالي كذا وليتو خالي كذا ويلا تخالي وليتو خالي كذا ومرينا بي كاملين. هذه مراحل عمرية مراحل عمرية طبيعية يقار نعطيك الضوابط كي قلتي الأساتذة الدكاترة يتكلموا على أنه ما في مشي مشكلة عاد مشكلة أمن ما تتدخل، حاول أنك ما تتدخل. ليش؟ لأنك أعطيته على أنه هو مسؤول وأنا واثق فيك، هو تعود منك يعني عدم تقييد حريته أصلاً. ينعود هو ماشي مثلا مع شيء لم نصف افترضنا فاسدة هو ماشي معها وتعود أنت نميت فيه لأنك أنت واثق فيه، مجرد عيقد مرات تلاهي ليان لهم شوي في موضوع معين ذا هو ذم فيه وازع داخلي والله فيه صوت داخلي أنا في الجماعة واثقين فيه والله أنا أمي والله أبوي والله خالي والله أختي المهم المربي اللي معي واثق فيه وعيب علي أنك صار لك الثقة بالنسبة لي يكسحوا على أنه أنا واثق فيه مراقب. هذه الثقة تشكل مراقب عليه حتى وهو داخلي رقيب داخلي. بالضبط. جميل جدا. بعض السيدات وبعض المربيات لا يفهمون أن المراحلة مرهق يعني المراهقة قصدي مرحلة طبيعية يمر بها الإنسان، وإنما يفسرونها على أساس أنها مشكلة. ولو تعودين للتراث الشعبي عندنا بالأمثال تجدين عنه يقولون أبو العشرين لا عقل ولا دين وغيرها من رسائل السلبية التي يربي عليها تربي البيئة الاجتماعية الفرض عليها عنه في هذه المرحلة أنت ستدخل خطر وستدخل كذا. هل لهذا أيضا انعكاس سلبي على يعني طبعا طبعا طيب هذا هو اللي بنمنين يديره هو على أنه في مرحلة في بل دفاع، أنك لاني تتكلمي له يحس على أنه أنا في دفاع لين دافع عن راسي
يعني عيش دائما في حالة استنفار. استنفار مهاجم تجبري شنو العلاجات والله شنو لمبات والله لمبات مازال يقول لا مازال فلان كذا يقول لا وتوف لا لله ماني معدل لا ماني معدل لا وتوف علاش لأنه حاسة أني أنا مهاجم كل ضدي مهاجم وأصلا قال أصلا فات انزرعت عندي هذه الرسائل السلبية لأني أنا لا عقل لي ولا دين لي وأنا فساد وبطاش ولا إيش إيه وبطاش وفساد وكذا وكذا فمستي تكلمي لي ماني مستقبل كلامك. هي ردة فعل على هذه الصورة النمطية اللي تربى عليها الطفل درت في فيها وليست مشكلة بحد ذاتها في الطفل. بعض الناس يفسرها على أنه مشكل سلوكي عند الطفل. لا لا لا, لا حتى ولو كان مشكل سلوكي هل هذه طريقته؟ هل العناد والوقوف ردة فعل طبيعية يعني المقابلة والمواجهة هي العناد ردة فعل طبيعية لأنك كي قلت لك جاي لا لم تفهمي سؤال أستاذة. حتى ولو كانت مشكل سلوكي وليست مرحلة طبيعية يعيشها الطفل هل حل هذا المشكل السلوكي هو العناد معه والضرب والقبضة باليد من حديد أبدا الضرب قاعدة ما يفيه نهائيا قصدي القبضة عليه بيد من حديد والمراقبة الشديدة وعدم منح أي هامش ثقة نهائيا كان نرجع لك نرجع لك دائما على نفس النقطة على المراهق ما تعطيه مساحة الحرية ومساحة الثقة فعرف إنه لا يمرق لك اليد نهائيا رسالة خطيرة يفهمها الأمهات مراهق لما يعطي حد ما تعطيه مساحته مساحته من الحرية والثقة أنك أنت قد تمشي وتعدل الأمور اللي أنا واثقة على أنك ما كنت تخطى في كذا أعرف أنه لا يؤخذ لك اليد لأنه مرحلة أنت ما تتقد تحكمي ما تتقد تشكر فيه إلا لعتيت تشكر فيه لا يؤخذ الخارج للبيئة الخارجية ولا يمشي فيها عادة يؤخذ كل شيء يأخذ من فم السباعك غالبا يهرب فعلا غالبا يهرب عيت شوف من الحالات اللي الشيء يهرب يوارك ده يلودوا لهم نهارين ثلاثة يلودوا لاش معنى البيئة اللي هو كاسية فيها خلل خلل خطير وبرني قلت لك على النهون لابد وأنا نطلبها من أي أسرة أنك الأب سوق الانشغالة خصوصا الأب يعني الأب في تكوين الأسرة الأب أصلا هو الحماية هو الأمان كونك أنت الأب تعطيه 20 دقيقة والله 10 دقائق من وقتك أسبوعين 10 دقائق ولا 20 دقيقة نحكم فيدك حاولني نحكم فيدو هذا نحكم فيدو 5 ونمشي نتواطأ ذيك عطيتك الأمان والصداقة وأنك نتكلم لك من قدام على فكرة اللي يحكم ذي الطريقة ما يمكن عنه يتواطأ هذا اختبار خاطئ هي ضروري لا تحكميها لكن يمكن كل لا نزلت عند قبضة جميل قبضة مانعة هو فقط فاصل شديك بالضبط ما هو مشكلة القبضة أصلا في هذا عندها رسالة في داخله هو صحيح داخله بعض يقول عنها عندها إيحاءات يعني حميمية هني أنا أمانك هون لا تخاف لأنه مدي في ذيك المرحلة لا تنسى أنه عيال مرات يعودوا فهم ردات فعل شديدة من المراهق وعدوانية قال نقرها خايف فهم خوف معقول طبعا هو في نفسه خائف أو لا يزال يعني يريد المصالحة هو كي قلنا في عدة مراحل متسارعة يخاض عليها وطبيعي يعني توتر داخلي يعيش مشاكل يعيش توتر بين الطفولة وبين الرشد بين ذوك وذوك عيا قلت لك يا إما يختار يقعد وحده يا إما يعطي مولانا يخاضها بسلاسة يا إما ملي هو عدواني في أي شيء سوى شنو سوى ما يعود يعرف إن رواية صالحة قال لا أنا وتوف يعاند وصف قاصد عناد ردة فعل على الواقع بالبيت حاقبات قضيت هذه القبضة ليد ما كيف تشي لأنها جدا. تنمي فيه الثقة وتنمي فيه لأني أنا صديقك وأنا هون وين لوقتك حتى أشتري تعطي رسائل يعني مطمئنة رسائل ضرورية تخلق حوار بينك أنت والابن أصلا وأكثر رأيك هذه دارك بحد ذات هذه الجلسة أو الانفراد بينك أنت والابن تعطيك انت اكثر ما تعطيه هو سبحان الله يعني تخلقي علاقه صداقه وانت راسك نقدر تعودي مولي امنه تحسي بالامان من قد الطفل اللي عندك صحيح لانه شفتي هاجس ما مخسر عليك شيء لحكمتي بيد ومشيت وشديت الاخبار وتكلمت شوي انا ما عملتي تبني معاه علاقه علاقتي بك علاقه حب بلا شروط ما هي علاقه تعدل صالح انا نبقيك ما تعدل صالح انا ما نبقيك ما عندك فيش جميل خلينا نعود شوي لمساله منح هامش ثقه او الثقه للمراهق هذه مشكلة هامش الثقة بعض المربين يتحدث عنه منحه يعني ما عندي مشكلة في منح هذا الهامش لكن أمنح هامش الثقة لمن؟ هل أنا أمنح هامش الثقة لمن يستحق أم أني أمنح هامش الثقة وأترك الطفل يضيع؟ لا 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 ذاك مولي الأفضل الأمور أوسطها أنني نعطيك ذاك من الدلال ومولي حتى لين خليك تتعرض لياسم بدي يسحبوك وعدين ثانيين من دوني قال الأمور أوسطها أنا أعطيك أنت مولي عندك كونتروباتي تعطيها لي أنا لأني أنا أعطيتك ثقة فأنت يلا تثبت لي ثقتك
نمشيها له خطوة خطوة واحدة. بتري عنك تستحق تستحق وهذه حقك حقك أنا أعطيتك ده حقك يقارن واللي أنا أعطيته لك وأنا نحاني منك نتائج إيجابية وتشجعني على المزيد. ومن البداية ما تجي مولي فاتح له كامل لأن ذاك خطر. طيب تفتح له واحدة 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 شوي شوي حسب المرحلة العمرية اللي يعني حسب مرحلة كنا المراهقة عدة مراحل حسب مستوى الرشد أيضا. بالضبط بالضبط. بعض الناس يكون راشد في مرحلة في سن مبكرة وبعضهم يتأخر لديه صح الرشد. صح طبعا هذا قد يعود راجع لعملية التربية أنت أدرى. لماذا دائما وجود مشاكل مصاحبة لمرحلة المراهقة بالضبط؟ ومفروض عن المشاكل السلوكية قد يعني يتم ملاحظتها في المراحل العمرية المختلفة، لكن مرحلة المراهقة بالضبط لماذا دائما وجود مشاكل في هذه المرحلة؟ لأن كي قلنا الطفل كان في مرحلة معينة لا اللي قلت لي يقول لك نعم تلاحظ على العيال تخلق مراهقة مبكرة حتى اللي بين 7 سنوات وعشر سنوات موجودة تخرج صحيح. لأنك يعود الشير كان مهدن ولا ياسر مشي ولا اللي قلت له هي ويعرف على أنك إيمان وقع لافك اللي تقولي له على فكرة أستاذة بعض الأطفال أصغر عند سن 4 أو 3 يبدأ يرفض يبدأ لا يبدأ لا أريد هذا لا ذاك عندك عندك عند الأساتذة بالنسبة لهم هذه شخصية أكثر من مبكرة هذه بالنسبة لهم هي الشخصية الناجحة مستقبلا جميل شخصية ناجحة مستقبلا نبشر أمهاتها النوع من الأبناء عناد مبشر غير مشكلتنا نحن ما نلين نصبره لأن قمعها بالفعل لا يتم قمعها ولا لا يتعود مصدر إزعاج لنا أنك ما فلان ما يسمع ما يسمع أو تو ما يسمع لا ما يسمع ومهم عندك أنت كأم والله كأب في البيت على أنه يهدأ الهدوء على حساب راحتي أنا على حساب راحتي أنا كأم والله أنت كأب نوي هنا قال ترى أنك تقمع في ثمتي مجموعة عن القيم النبيلة اللي يجب عنك أنا نزرع هذيك ونخلي لك مساحتك يقولوا لك حتى عياط الشاشرة في الدار ما يلا تنزقي معنا ما هلا تنزقي عنه يمثل علينا البيت هو شيء تواسي أنا شخصيا قعدت الأستاذ قلت له قال أنا جنني يقول لي وذيك مشكلتك وما بعدت هذه حياتهم وذي طريقتهم هي بحد ذاتها يقول لك سيمفونية إيه الحل الوسط الحل الوسط أنك تعدري لهم مساحة معينة يتموا يعدوا على حرية خليهم يعيطوا فيها على ما هم متضايقين وأنا طرحت لي سؤال بالضبط هذه عن قضية حتى شاشرة مثلا الديقات كثرة الديقات ويعودوا لك عدواني من بيناتهم تعرف ايش يقول لك صرت تنصدمي يقول لك خليهم بيناتهم لا تدخلي لا يتكاثروا يقول لي هم من بيناتهم أحن من بيناتهم أنت معهم مجرد تنسحبي أنت وتخلين بيناتهم دوري هنا وفعلا طبقتها وفعلا جات هي هي سبحان نظرية الانسحاب هذه الانسحاب ننسحب من بيناتهم ننسحب من بيناتهم نهاري الأول جيت بطل وجربت دائما طقطقطقطقط حست شوي عنهم خليتي بي. وخليتهم بداية طبعا توترت لأني راعي في الحال شديد شوي ورا ذاك راعي في التالي قاعدة تراوي يلعبوا مصطحبوا حتى مرة نحاول نشنين يجوني حتى يجيك فلان عدلي وفلان كذا ولا يتكاثر ولا يتخلق انتم أكبر وتقدروا تحلوا مشاكل بيناتهم حلوا مشاكل حلوا مشاكل هذا بسطر هي عنهم يعلمهم عنهم يحلوا المشاكل الروس معلمهم لا تعتمد لا على الأم والله لا على الأب أنا أعطيتك القواعد وأنت مشي عليها أنت إلا إذا عدت في مشكلة عدت لك خطيرة رفد واحد موصل رفد كذا كي قلنا أمنية الأمن والصحة ضروري توقف في فماتي عدت لابد تدخل جميل جدا بالنسبة لمشكلة بعض الظواهر السلبية اللي عند المراهقين كيف السهر كيف الخروج يعني ساعات طويلة خارج البيت حتى ما هي ساعات الدراسة ولا غيرها هذه الأمور هل يمكن عنها يعني تعود للحرية حدود عندما نصل مثل هذا النوع من الأمور أم أنه يجب أن نترك الإنسان حرية حد أنا بفضل أن تخلى له حريته ما يديك الدرجة كاملة ما في شيء ما يديك الدرجة وهو من الطبيعي لأنك أنت شيرني لحق مرحلة مراهقة أنت لا تلاحظي تقولي فلان تغير فلانة تغيرت والله فلانة تغيرت احنا ما يمكن عنا نعوض الجو اللي هو لاجئ وخارج البيئة اللي لوّدها لما لا تمشي يمكن عنا نعوضوها في البيت نعوضوها في البيت بالضبط تقدي المهم هنا لأنك ما تقمعي تقولي له خارج لا القادر للوقت الفلاني وخارج لا كذا هذا تدخل في حرية شخصية لأني انت قبضيه له لا هي وخارج ليد هي مرحلة هو لا يثبت فيها وجوده لا يثبت فيها وجوده فحاولي تصاحبيه فيها أفضل الأمور أوسطها متبارك بالشهر شي نعدل وأنا معاك وشي نخليك حتى لأنهم ينصحوا لأنك من مرات تقومي بدورات تدريبية أنت والطفل وحدكم تحرروا له الأذنين طبقوها أنتم الأذنين تمارين تعدلوا أنتم الأذنين تشاركوا فيها الأذنين
واضح من الأمور فقد يمدي اللي خطيرة في مرحلة المراهقة، على أنك من نصائح المختصين على أنك بعدي المراهق عن المسابقات وعن وسمه تخلق عنه مشاريع إبراز التحدي تحدي وذاك الشيء، لا إبراز فيه العدوان، لا هي إبراز فيه لأنه يا هو قلت لك نوعين، يا واحد يعود عدواني. هذا فيه تناقض أستاذ، أنت لا تدخلين في حرية شخصية بعد ذلك تريدين أن تبعدين، هو أنت من مرات المسابقات ما تعودين أنت ما يعود مدخل فيها رأسه المدرسة مثلا قابلته وقالت لي ندخلوا المسابقة الفلانية. أيوه. لكن ما يعود بإرادته ما لي يدخل فيه. هو أصلا أنت إرادته ليس سوري عنه، كانك رواية مقتنع بها والله لا تبقي تعدل والله لا. يقال قلت لك من النصائح. وكان مقتنع بها خلي. يعود مقتنع بها خليه، قال وجهه وضحي له على أنه قد يخرج. أنا تشكل خطر. لا أنك قد تفشل فيها وقد كذا وقد كذا والأمر عادي وبسيط والناس كيفته مراحل تخرج. اللي قلت لك أنا هون على أصلا المتخصصين يقولوا لك على أنك من الأفضل عن فترة المراهقة أنك تبعدي فيها المراهقة عن التحديات والمسابقات، وأنا أفضل وأنت أفضل وذاك شيء. هذا الاستقطاب غير المباشر. جميل جدا. هناك يعني مجال لا يمكن أن نبعده عن يعني أن نغفله في الحديث عن المراهقة، له المجال الجنسي. بعض الناس تأخذ مراهقته على حب الاطلاع في هذا المجال، خاصة الناس اللي تجي من المجتمع كان هذا شيء يعني خطأ، ما يكلف فيه شيء يعني مغلق تماما، مجال مغلق تماما، لا يمكن أن تحدث في الجنس، ما فيه ثقافة جنسية، ما فيه يعني هذه من أخطر الأمور، تعريف للطفل بطبيعته وبخصوصيته الجنسية. مثلا أنت امرأة، هذا ما هو معلوم في صحتك، هذا ما كذا، أنت ستأتي عليك مرحلة تجدين الحيض وتنجبين وكذا. هذه أمور مغلقة تماما، وهذه من مجال مغلق في ثقافة. هذه تعرف تجي مناش، تجي من عدم الحوار أصلا. هو قلت لك أنا الحوار وصل أساسي بينك أنت، وهي وصل الاتصال الفعال، قالوا الاتصال الفعال بينك أنت وبين الطفل، على أنك لا بد يعود فهم حوار، والحوار فيه كي قلنا حتى مرحلة المراهقة بحد ذاتها بمراحلها كاملة تطلعي يلا تفقهي فيها. أنت مضطرة أنك ترسلي له هاي الرسائل والحكومات شيء يعني ضروري إلا لي الإنترنت. أيوة يأخذ الإنترنت، جيك الصال مصايب كاملة. هو بلمني قلت لك الاتصال الفعال ضروري في العلاقات. لكن سؤالي بخصوص هذه النقطة بالضبط، كثيرا ما تأخذ المراهقة وخاصة الأمور الجنسية بالخصوص أمر معقد، ولا بد لك تشرحيه، ولعتي ما عندك المعلومات الكافية اللي تشرحي له، لو دي المختص يشرح لك أنت وهو لأني خطير أستاذ. هلا نحن نتحدث عن كما لو كنا مالنا في المجتمع الموريتاني أستاذ، في المجتمع الموريتاني ما يمكن ما يسمح بهذا. وأنا من الناس اللي طبق الموضوع على الحمد لله على تحدثين مع الأبناء بهذا الطريق. بالطبع تشرحين لهم. بالطبع ما في مشكلة، ما في مشكلة طبعا. وقع كثيرا ما يطرحوا هم الأسئلة الحرجة في هذا المجتمع. هم أصلا يسولوك، هم أصلا اللي هي يطرحوا لك الأسئلة، وفي حالة ما طرحوا لك الأسئلة وشفت أنت أنهم عادوا مرحلة، خصوصا أنا أصلا ذي الموضوع تكلمت فيه يمكن وقت يدخل المدرسة ابتدائية، سنة الأولى، سنة الثانية، سنة الثالثة، خاصة عنهم في بعض المراحل يقرأوا عن هذا، لا يجبروا مولي التلاميذ ولا يجبروا الشارع ولا يتمك عدم يمشي تنصابين، في مقررات أيضا في المنهج الدراسي أيضا تتحدث مرات عنه. قلت لك الآن من الشارع يأخذ يلعب يجيك يقول لك كلمة أيوة صحيح، هو ما عارف معناها شنو بالنسبة لونين، يقولها معنى أنه قوي الشخصية كيف شاسر اللي قدام، فلا بد تفهمين هذا شنو معناه. ذاك السحوة لأني أنا نستحى والله ما قد نواجه الشير كذا، لا أنا ذي الشير وهذا مسؤوليتي، ولا بد أن نوضح له ذا كامل، راهو عاقب ذاك نعود نطل صورة نوضح له أيضا طوق النجاة أيضا كامل كامل كامل. لكن سابق توضيح النجاة لا بد أيضا لا مناص من الحديث في موضوع مشكلة مثلا الوالدين والله الأم بالخصوص تخلع عنها أن تقول له والله نتكلم معي الشيرها بموضوع معين، ولا هي مشي تم تقولها كم ساعة والله أنه يعني لا هو المشكلة عن تخاف منه حسب اللي نفهم من 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 الميدان عن الأمهات والمربين بصفة عامة يبتعدوا عن المجال وعن الحديث فيه، وشعلوه مجال عليه خط أحمر ماسين عن الحديث فيه مع الطفل عنه قد يسبب له الانزلاق. أيهم اللي قد يسبب الانزلاق، الحديث مع التوضيح للطفل أم السكوت وخلاه يقوم الشارع؟ لا بد توضحي وتكلمي معه، وإلا رانك خليتي هذه ثغرات إني ما تمليهم أنت، رانك خليتي المادة الثانية تمليها والله أعلم. لا شيخ هذاك اللي تمليها وني نعود في فترة مراهقة يشتري قاع صغير يقعد لها كلام شوي مع الشاشة في المدرسة والله في كذا، نعود فترة مراهقة أبسط شيء يصدع لي الانترنت مفتوح على كل رقاش، وقد يأخذ من العادات السيئة ويجيب العادات الكارثية كاملة، وراه انزرق فيه. ثاني نعود انا نقد نتكلم بالطبيعه، انا مالي ما قد تكلم معه يعني نعود ما عندي معك حلقه تواصل نقد نتكلم معك مستسقي، انا ما يحب ما يقد يتكلم في هذا الموضوع مع نفسه، عندها سبع ايمان، عندها سبع ايمان، فتعرف الامور اللي
خطيرة الأمور اللي كذا والأمور كذا وهذا ينقال له كذا وهذا ينقال له كذا وهذا ينقال له كذا درجة أني عدت 28 جين تقولي فلان في الشاشرة قالوا كذا وقالوا كذا وقال لها طيب قالت ما تعرفي الصالح أول مرة تسمع تعرفي الصالح وتعرفي الخاسر إن شاء الله تعدلي سوي لها إن شاء الله تعدلي تجاوبني أو طيب زرعتي فيها مضر ما مخسر عليك شيء العكس هي هون حست على انك انت خصوصا البنات معماتهم حست هون انك انت وهي عندكم خصوصيه تتقاسموا في نفس الليل عندكم خصوصيه تخصكم اوتوماتيك عليات بيناتكم انكم عندكم امور ما يعني نفس الشيء مولي الشباب شاب لا يجي نقول مثلا عندي طفيله انه مثلا في بدايه المراهقه فحس انه طرال وشيات ما هو قعدت انا وسهره كامله شفت اخبار هذا نقول خالك شي من ورا انا ما عندي انا خبر طيب تعالي حين ندور في المواقع اللي نعرف عليها مصداقيه وكذا نجمع المعلومات وتم شغلك الاحسن اني اخذها منك من ياخذها من الشارع هي فراغات مين تخليها وهو طبيعي دور يتساءل دور تملا يتساءل طبيعي شيء طبيعي فمن لا يعيش اعطيه المعلومات ودعتي ما عندك المعلومات مولي الكافيه نعتير على نيانا نقد نعود لا اعرف وندود المعلومه الصحيحه ونتعرف عليها هذه ايضا قيمه بالضبط زرعها بالضبط بعض الاباء ما عنده اصلا ما وفق في خلق علاقه صداقه بينه وبين ابنائه بالعلاقه يعني علاقتهم في البيت هي علاقه زاجر وامر وعلاقه مستقبل فقط امور من هذا القبيل الوصي الوصي جميل جدا كيف يمكن ان يعني يتلافى الموضوع ويبدا في خلق علاقه نحن اسال اخت المشاهده والمشاهدين بصفه عامه يستفيدون معنا بالضبط شفتي في نوع من الحالات اللي ما تلافيت الموضوع من بدايته هو ليس فقط في هذه الحاله وقعت في المشكله هي انا فت وقعت في المشكله ولا عندي حلقه تواصل مع الطفل عندي من مفترض والله زين اني نقبل انا وهو وحدنا نمشي نفوتوا مثلا سفر نقعد خارج المدينه مده اسبوع والله متكاني نخلق فيها ونبتعد كل البعد عن الوصايا وعن كذا وعن يلا يعدل ويلا يعدل ويلا يعدل نبتعد عن خليها علاقة صداقة احنا ماشيين وحدنا لا نوت قلت عدل حد في البيت نتوقف حد شوي عنا من الأمر والنهي في البيت ما يلي تخرج لي أن لي دائما عود في متياه قلت مفترض عثم بخوته صغر منه ولا أخوته كذا فالمطلوب أنك تي وحدكم تمشوا لماذا ما تخلق بين الأبناء كلهم وبين تخلق هي أنت قلت تخلقيها بيناتهم يقار هذا اللي في ذي المرحلة مشي به وحده ياك تخلقي مشي أنت وحدكم لا مدة فيك 3 أيام ولا 4 ترجعوا ينترجعوا على اتفاق على أنكم عندكم مثلا للشهر افترضنا للشهر جلسة خاصة أنت وهو وعندي مع ذاك جلسة خاصة وعندي مع ذاك جلسة خاصة مرات يعطوك جدول مثلا يقولوا لك مثلا حد عنده 3 شاشرة ولا 4 حسب يعود عنده جدول للخروج بيني أنا وأنت وحدنا ما في حد ثاني إياك ما يقيرون مالي الآخرين جميل كل واحد كل واحد عنده حقه لكن أستاذ هالة اللي يسمعنا الآن يعني نقول عنها شوي نحلق عنهم بالموضوع عن هذه أمور غريبة جدا ودخيلة على الثقافة المرتانية لكن الثقافة الموريتانية لكن المشكلة ما هو كانت دخيلة أم ليست دخيلة هل هي ضرورية بالفعل في ضرورية ضرورية وأهم فترة تقعد ضرورية فيها هي الفترة بالنسبة خصوصا موريتانيا ليش لأن العالم فتح ولا تلكي كان كانت هذا عنده تعرفي المصادر اللي يجوا من منين ما تلكي كان ضارك عاد يعرف الثقافة الهندية يعرف الثقافة التركية يعرف الثقافة الصينية يعرف الثقافة أكثر من يعرف الثقافة ما في شيء ما في شيء هذا ما يعني نحن ذا المجتمع ويعني ذاك المجتمع أنا هذا اللي في عالم مفتوح الواحدين في الصيدات قلبونا عن ما يتكلموا عن مجتمعنا هذا ضروري ولذلك ياسر من الأسر يتفاجئ على إنه يشير وتم ما عاد مشين ذوال وكذا لأنه كانت النوع المواضيع عنده فيا في لا مهم تخطاه تعدى في الاخر تنهي النتيجه شنهي صحيح مفاجئ بانه انت تعيش حاله تخلف في ذهنك والعالم يعيش حاله تحرك قوانين الهيه لم تحرك كامل واليوم يوم ورا نهار ورا نهار الناس انفتح نهار ورا نهار ماتت مجتمع ملتني عاد مجتمع عالمي صحيح هي ثقافه التنميط للاسف شغاله بالنسبة لهذه المراحل الأخيرة بدأنا نرى أمور خطيرة جدا في حياة المراهقين القتل العنف الخطير جدا في المدارس يعني مراهق يقتل صاحب العدوانية العدوانية هل العدوانية صاحبتم مرحلة المراهقة أم جاء بها من حكم يعني القبضة الحديدية في البيت أم يعني أخذها من الشارع حسب خالك شي من والدين مع الأسف تعود كي قلت لك التربية السلبية اللي هي أنه يتعرض الضغط في الخارج يجي يفرقوا في الشاشرة ومنها له يتعلم الشير على انه ينضغط يفرغ في ذاك الدحله الحوايط القصير هذه من الامور الكبيره اللي تزرع فيه على اني ياسر من الوالدين يجي حد فتران والله ما طريق الوالد والله انت الام عارفين القدوه وعلى انك بطريقه او باخرى راهو راقبك ويراقب تصرفاتك كامله
أنا هو في النهاية ما عنده قاعدين بيستفرق حد فيه ضغط 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 يعني والله ياسر للأسف هذه ما خاصة عند واحدة كانت طالعة والله كانت مقرة والله كانت والله عندها مشكلة معينة مزاري حوز عني من هون ذيك ربعت الصوت حوز عني من هون هذا اللي يتعلم هو فيها لأنه ما اللي هو دور يعدلها الواحدين ثاني عنها هذه أسلوب عادي تشك على انه يا يفوتوا ياسم الامور وماذا يشير بالنسبه لوالدته بالخصوص والوالده والوالد والاخ الكبير ولا الاخت الكبيره دائما بالنسبه يراقب تصرفاتهم الصغيره ما يفوتوا فيها شيء يتعلم منها لذلك راقب تصرفاتك وحاول على انك كل موضوع في بلو كل شيء في بلو جميل جدا وهذا اكيد عن محصلته هو والمربي القدوه كيف يمكن ان نحصل على المربي القدوه بالفعل اللي يقتدي الطفل بتصرفاته ويقتدي الطفل بكل شيء المربي القدوه المربي اصلا يلا يعود لقاش دخل المرحله اللي لا يعود مهيئ انه يعود عنده الشاش يعود كذا ما مخسر عليه شيء لا تطلع المواضيع العالم مفتوح والدورات التكوينيه موجوده والانترنت موجود والبرامج موجوده اللي فيها شنو هي الطرق اللي تقدر تتعامل بها مع الطفل شنو هي الطرق اللي تقدر تزرع فيها قيمه معينه شنو هي الطريقه اللي كذا كان ما مخسر عليك شيء لا تعلمته لانك تريد تبني جيل لي تبني اسره ونجيها بعشوائيه الشيخ يخلق يخلق لها يربع على توف ذاك اللي تولاه ذاك اللي تولاه ذاك يعدل ذاك ما يعدل اون افانس ذاك يعدل ذاك ما يعدل اون افانس يقنين نتعلم انا يلا نعد مربي مسؤول مسؤول عن هذا ما هذا علم وهذا فن وهذه طريقه يلا نتعلمها نتطور الى قبل 8 نهارين والله ثلاثه نتعلم فيها الاساليب الصحيحه اللي نقدر نزرع فيها قيمه معينه في الشيء قال لك اقل فتره قلت ازرعي فيها قيمه للشيء طفل ما هو مراهق 6 اشهر قيمه واحده 6 اشهر قنين تعطيه ذلك 6 اشهر عرفي انك مدى العمر انك زرعتيه خسر شيء تعلمتي مهارة لكن أستاذة في بعض الناس ما هو مهتم بهذا المجال لا ما هو مهتم قاعد بمجال المطالعة أصلاً خاصة المجال المطالعة تطوير تكوين يعني تكوين تطوير الذات ومجال الشخصية أمور هذه أمور يعني ما كل حد مهتم بها تكوين ولا أنت الأمهات اللي ما مهتمات بهذا الجانب الشعبي كيف يمكن عنهم يصبحوا مربيات قدوة سؤال طارح نفسه المين الضروري عن حد ياك حد يعرف بالفعل يعني طريقة قد يربي بها ابنائه بشكل صحيح مفروض عن يعود مهتم بها يالله تتعود مفروض عليه يالله تتعود مفروض عليه ولكن الغالبية كمجتمع نحن هون لا مهتم بها الجانب صحيح يجي توفذ كيفته لبعض يعود بمجال التنمية البشرية وكل مجال ترف عيا واحدين يطبقوا ذاك اللي رباهم الطريقه اللي رباهم يربوا بها وطريقه اللي رب يمشوا لهم يرضى عنهم نفس الاسلوب ونفس الطريقه بالاخير يتفاجئ ان الواحد راه وقد واحدين يتطرفون واحدين ما تعرف اذا اللي ما السياق ما هو واحد النص القص والنسخ واللصق لم يعد ممكن ماتت والناس ماتت مقفوله على انك ذاك اللي اعطيتك المعلومات نعرف انا انه لا هو اللي عندك المعلومات مات ذاك حاله في مصادر تلقين اخذ شفتي طريقه قبل وتوب السلطة المعلومة الفلانية ما تتخلق في الزمن لا بد لك من تستخدم مهارة الإقناع إني ما تقنعيه ما كي تزرعي فيه لا لي عدل قدامك يا خالت ماشي عدل معناه أنك هون فرض عليك أنك تتعلمي الطريقة التي تقنعي فيه ربيتي على النفاق أنك هون لا بد لك هي أنه يعدل واي قدامك ولا كيف على قلت الصدق تدمير هذه القيمة الأساسية أستاذة هالة في هذا العصر بالضبط كما تقولين توجد أكثر من مصدر للتربية وأكثر من مصدر لأخذ المعلومة والمربي في هذه الحالة يجد نفسه يعني معاه منافسين يعني عندهم مستوى من الشراسة معقول كيف يمكن أن أفرض طبعا بشكل غير مباشر وبشكل ما فيه قوة عني أنا المصدر الثقة وأنا المصدر اللي أخذ عنه بشكل أكثر أنا نعود زرعتها فيك كقيمة يعطي كان المصادر ونزرع فيك الطريقة اللي تقلت لود بها المصادر الصحيحة وتعال ناخشوها في بلاصة تقنعني لا ما هي مشكلة جمع مصادر سؤالي لعله لم يكن واضح المربي في هذا الزمن الطفل يأخذ من الأم يأخذ من الإنترنت يأخذ من المدرسة من التلفاز من الشارع من الأقران يعني أكثر من مصدر المربي يجد نفسه معاه مشارك منافسين يلا يتقبلهم طبعا كيف يمكن أضمن عن نعود اللي أنا اللي المصدر أكثر ثقة عند الطفل طبعا يعني أنا المرجعية عند الطفل في ظل وجود هو ما حد الطفل ما حد الطفل مرجع الأساسي هي أنت ما حتى لو عاد مراهق في المراحل المراهقة ما تقدر بسن المراهقة في سن المراهقة ما تقدر تقبل عليه القنوات الآخرين اللي يجيه منهم اللي تجيب منها المعلومات أنا ما ندور نقفل يا أستاذ ولكن دور عودان المرجعية أو على الأقل الطريقة اللي نضمن بها عنه يأخذ مني أكثر ما يأخذ من الأقران مثلا أو من الشارع حاوري الاتصال فعال حاوري
أقنعي. نعمل عملية اتصال فعال ضروري هي اللي أنت من البداية شين عليها اتصال فعال اتصال مهارة كبيرة وطويلة وعريضة فيها خطوات ياسر قانية ما تعدريها ما تضمني الأمور كاملة اللي جاي ما تضمني على أنك عندك باتصال فعال من قالك على أنه ما طبعا ما لي صنة القاد ولا مش صنة المادة الثانية اللي أقوى يعني اتصال معه وأكثر فاعلية سيستفيد منه أكثر ولو على حسب معنى أنك ذي المرحلة بالخصوص لا تهم لي أشكي على أنها لا كي قلتي كلمة قبل قلتي طرف والله أنها الموضوع بالنسبة لنا إحنا قاعد مجتمع يقول لك ثلاثة فيها في الواحدين في إذا ما هو كذا أنا قلت عن بعض الصيدات اللي مشاهدين دوقي بدلوا عن الصيدات الواحدين من الأكثر إنه يشكونوا لا فيها في قال مشكلة النتيجة مشكلة النتيجة يعني أنت عود ما ترعاها سابق تلحقك ليت تنصدم في النهاية هذه وسائل ولا هي طرف ولا هي هذه وسائل فعلا قد نتعامل بها مع طفل خصوصا في الزمن لا تنساوا أن الزمن مات لكيف كان عن الوسائل تختلف طبعا. جميل جدا طبعا. نشكرك جزيل الشكر أستاذة هالة من تبابانة مرشدة تربوية ومدربة في مجال الشخصية نشكرك جزيل الشكر على هذه الفنيات أرجو إن شاء الله أن تكون الأم المشاهدة والمربي بصفة عامة قد استفاد من هذه الحلقة ما أنتم مشاهدين الكرام فأشكركم على كرم المتابعة وأشكر فندق الأجنحة الملكية ولأن ألقاكم بحول الله في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله